السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أسعار السيارات في المغرب. اليوم إن شاء الله نشوفو الهوندا، الهوندا اللي معروضة للبيع. غادي نشوفو سيزوكي سوبر كاري، هافي، غادي نشوفو كذلك الهوندايات من نوع هافي و سوبر كاري كذلك. إذا نبداو على بركة الله بأول وحدة معنا هاد السيزوكي هادي. هادي كاينه في مدينه طنجه، شوفوا التصاور ديالها ومن بعد شوفوا المعلومات الاخرى الخاصه بها. عندنا هي كما كتشوفوا معايا التصاور ديالها، دي سيزوكي سوبر كاري. سيزوكي سوبر كاري رامم غاليه عن التعريف، راه كلشي كيعرفها. بالنسبه لهذا بالنسبه لهاد السيزوكي هادي، نعاود نشوفو التصاور ديالها. هادي كيما قلت كاينه في طنجة، الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 6.5 مليون، هادي كيطلب فيها 6.5 مليون، 65,000 درهم، موديل 92، ايسانس 6 ديال الخيل. سيارة مستعملة في حالة جيدة بالنسبة للثمن، كاين المفاهمة كاينة في طنجة. ندوزو لحاجة أخرى معنا، هاد الطوموبيل هادي كاينة في الدار البيضاء. نشوفو التصور ديالها، هادي حتى هي سوزوكي سوبر كاري، حتى هي سوزوكي سوبر كاري. هانتوما كيما كتشوفو معايا، مفيهاش الكرة صالور، فيها الكوفر اللي بغا يهز بيها السلعة أو لا شي حاجة. هي كما كتشوفو معايا، هي دي سيزوكي سوبر كار، كاينة في كازا. بالنسبة لهادي مولاها تيطلب فيها 4 المليون، كيطلب فيها 4 ديال المليون، إيسانس موديل 91 ديوانة 2007، موديل 91 ديوانة 2007، كيطلب فيها 4 المليون سيزوكي سوبر كار. ندوزو دابا حاجة أخرى معنا، هاد السيارة هادي كاينة في فاس، هادي كاينة في فاس. عندنا هي كيما كتشوفو معايا، هادي دي اف اسكا. عندنا هادي كاينة في مدينة فاس. فبالنسبة لهادي دي اف اسكا مولاها تيطلب فيها 9 المليون، 9 ديال المليون، كاينة في مدينة فاس. موديل 2018، موديل 2018، ايسانس 6 الخيل. طونوبيلة هوندا دي اف اسكا كاينة اللي بغاها نقية، اذا كاينة في مدينة فاس، الثمن ديالها 9 ديال المليون، موديل 2018. ندوزو لهاد الدايوو، هادي كاينة في مراكش، شوفو التصاور ديالها. عندنا هادي كاينة في مراكش، هوندا دايوو كاينة في مراكش. نعاود نشوفو التصاور ديالها، هوندا دايوو. إذا بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها 3.434 مليون درهم، 3.400 مليون، دايوو موديل 95، ليسانس 5 د الخيل، مليحة، صباغة ديال الدار، صباغة دوريجي. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى، هادي دي اف اسكا كاينة في مدينة السخيرات. شوفو التصاور ديالها، عندنا هادو طوموبيلات باقيين جداد، دي اف اسكا كاينة في السخيرات. عاود نشوفو التصاور ديالهم، طوموبيلات للصحة والعمال.
بالنسبة لهاد الطوموبيلات هادو فمولاها تيطلب فيهم 8 مليون و700، 8 مليون و787 ألف درهم، موديل 2020 ليسانس. إذا عرض مغري ابتداء من 50 درهم في اليوم، ابتداء من 50 درهم في اليوم. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى، هادي كاينة في كازا، سيزوكي سوبر كاري، كاينة في مدينة كازا. شوفوا التصاور ديالها، درنا هادي كاينة في الدار البيضاء. درنا هادي في بلايص اللور، سيزوكي سوبر كاري. بالنسبة للطوموبيلة هادي سيزوكي سوبر كاري مولاها تيطلب فيها 50 ألف درهم، 5 ديال المليون، كيطلب فيها 5 ديال المليون. موديل 94، ديوان 2007، 5e فيتاس، فيها 5e كونسوماسيون ديالها ناقصة، وكاينة في مدينة الدار البيضاء. ندوزو دابا طوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في طنجة، كاينة في مدينة طنجة. شوفوا التصاور ديالها، بالنسبة لهاد سيزوكي هادي سوبر كاري مولاها تيطلب فيها 4 د المليون و300، 4 د المليون و300. موديل 1990 ليسانس 4 د الخير، موديل 1990 ليسانس 4 د الخير. ندوزو دابا طوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي سيزوكي كاينة في مدينة الدار البيضاء. نشوفو التصاور ديالها، دي بالنسبة للطوموبيلات سيزوكي سوبر كاري. مولاها تيطلب فيها 6 د المليون و200، 6 د المليون و200، 62 ألف درهم. سيزوكي 1.3 طوبة، موديل 99، مليحة، بنوات جداد بربعة، موتور كلشي ناضي، وريقات كلشي خالص، كاينة في الدار البيضاء. موديل 1999 شهر 12، 26 شهر 12، كاينه في الدار البيضاء. ندوزو دابا طوموبيل واحده اخرى معنا، هادي سيزوكي كاينه في فاس، سيزوكي سوبر كارين كاينه في مدينه فاس. نشوفو التصاور ديالها، بالنسبة لهاد الطوموبيلة هادي، هاد سيزوكي هادي فمولاها تيطلب فيها كيطلب فيها 45 ألف درهم، 4 د المليون ونص، 4 د المليون ونص. موديل 87، ليسانس 6 د الخير. سلام اللي شاري معقول، مرحبا، شي حاجة نقية ديال الخدمة. دا التمن ديالها 4 د المليون ونص، كاينة في مدينة فاس، سيزوكي سوبر كاري. ندوزو لهاد الهافي هادي، كاينة في الدار البيضاء في كازا. هادي هافي سيزيك هوندا هافي كاينة في كازا.
بالنسبة لهذه فمولاها تيطلب فيها 4,444,000 درهم. كاينة في كازا موديل 2007، موديل 2007 ايسانس تاد الخير. عندناها في نقية موتور دوريجين ديالها عمرو تحل باقي جديد كسيدة والو. اذا تم ديال 44,000 درهم كاينة في كازا هافي. اذا كانت هذه اخر سيارة معرضة للبيع، الى عجبتكم شي وحدة من هادو بغيتو الرقم الهاتف ديال صاحب السيارة فما عليكم الا تتواصلوا معي على رقم الواتساب 0637 10 98 18. كنشكركم على المتابعة وتشوفوا الفيديو الجاي وتابعونا معنا. ومع السلامة.